إلا كنت كتاب أنا بغيت تتم ديال الدروس ما عليك غير تحفظ التعليقات وتضغط على لا سويت دي فيديو. بالتوفيق. سالي دي زامي أونكوغ أون فوا. ألوغ إن شاء الله في هاد لا فيديو هادي غادي نحاول ندير واحد ليكزارسيس. هاد ليكزارسيس هذا عنده علاقة بالمفاهيم اللي ديجا درسناها باش نزيدو نستوعبوها بشكل مدى أفضل. إذا ليكزارسيس أن عنده علاقة بلاماس ديال لاغ، سي كليغ. دائما ملي تشوف واحد التمرين فانت خصك تحدد اين غولاسيون عنده مع الدرس ديالك نتايا اللي قريتي، سي كليغ. الو اون فوا شفتي نتايا لا بالونس اوتوماتيكمون خصو العقل ديالك يمشي مع الكتلة ديال الهواء. يعني حنا ديجا شفنا واحد الفقرة على الكتلة ديال الهواء، سي كليغ. دونك راه بما انه كاين علاقة دونك غادي نعتمدو على داكشي اللي فهمنا باش نجاوبو على هاد السؤال هذا او على هاد التمرين هذا. دونك صفاء كانت واحد البنت سميتها صفاء بيان سي، كتحسب لا ماس ديال لو بالون الكونفلي. دونك مي حسبت لو بالون لا ماس ديالها لقاتها 451 غرام. ثم بعد ذلك شنو دارت هاد صفاء؟ قامت بإضافة كمية من الهواء داخل الكرة باش قامت بالإضافة ديالها بلا بومب بو أجوتي لير أون أوتيليز لا بومب. لا بومب هي المضخة دونك باش تزيد واحد الهواء للكرة على الانتيريور ديال الكرة فانت خصك تستعمل واحد المضخة يدوية، سي كليغ. دونك استعملت واحد المضخة باش زادت واحد النسبة أو واحد الكمية ديال الهواء. فين زادتها؟ زادتها داخل الكرة و عاوتاني ناضت حسبات الكتلة ديال الكرة شحال ولات، سي كليغ. دونك عندي هنايا جوج ديال الحالات، عندي الكرة قبل إضافة الهواء والكرة بعد إضافة الهواء. إذا الإضافة ديال الهواء بيان سيغ ألي دو كوا ألي دو لا بومب، ضفنا الهواء باستعمال المضخة، سي كليغ. دونك في البداية لقيناها 451 غرام وفي النهاية لقيناها 457.9 غرام. أجيو نشوفو الأسئلة ديالنا. إذا الأسئلة ديالنا فهي بسيطة ما فيهاش شي حاجة صعيبة. إذا بالنسبة للسؤال الأول، سيتي لو ماتيريال نيسيسار بور فير ليكسبيريونس. سيتي سيتادير أذكر لو ماتيريال نيسيسار، سيتادير كوا؟ سيتادير الأدوات الضرورية لعمل ماذا؟ لعمل تجربة. إذا هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نذكرو الأدوات اللي قمنا باستعمال ديالها في التجربة ديالنا. إذا بيان سيغ أول أداة بيان سيغ شنو هي؟ هي لو بالون. بيان سيغ استعملنا لو بالون، هذه هي أول أداة. واش نستعملنا أيضا؟ استعملنا لا بومب. هذا السؤال هذا ماشي غادي نختار شي حاجة من راسي ولا شي حاجة، راه كلشي عندي في الصورة. كنمشي للصورة ديال التجربة ديالي وكنشوف هاد الأداة هادي شنو سميتها وهادي شنو سميتها وهادي شنو سميتها، سي كليغ. وعندي بيان سيغ لا بالونس، عندي لا بالونس. إذا هادو هما ثلاثة الأدوات الأساسيين اللي عندي اللي استعملتهم في التجربة ديالي. دونك لو بالون هي اللي ضفنا ليها الهواء، لا بومب هي اللي قمنا باستعمالها وضفنا بها الهواء، ولا بالونس هي اللي حسبنا بها لا ماس، سي كليغ. الوغ كيسيون نيمورو دو، اكوا سير ان بالونس؟ شنو هي الفائدة؟ ما هي فائدة الميزان؟ ما هي فائدة الميزان؟ واحد الملاحظة رد بالك معاها، هي هاد المصطلحات هادا، راه كاينين شي مصطلحات راه مسموحش ليك انك ما تعرفش المعنى ديالهم، واخا بالفرنسية. بحالاش مثلا بحال لا بالونس، راه ميمكنليكش انت تقرا السؤال وما تفهمش المصطلح ديال لا بالونس شنو كيعني، حيت لا بالونس ماشي قريتيها هاد العام، راه قريتيها في جميع المستويات. دائما لا بالونس لا بالونس لا بالونس دائما كتعاود عندك، راه ماشي شتي شي كلمة كتعاود تشدها، راه ما مسموحش ليك انك ما تعرفهاش. فهمتي الفكره؟ شنو هي الكلمه اللي ربما ما تبقاش تعرفها؟ بحال مثلا لا بومب. لا بومب اول مره ربما تسمعها، دونك هذه ماشي مشكل واخا ما تعرفهاش. ولكن لا بالونس الا ما عرفتيهاش راه عندك مشكل كبير خصك تحلو، سي كليغ. اذا شنو هي الفائده ديال لا بالونس؟ بيان سيغ اون يوتيليز لا بالونس بوكوا؟ بور ميزيغي او بيان كالكولي لا بغيتي، ميزيغي لا ماس باش نحسبو بها الكتلة، حساب الكتلة، سي كليغ. بوغ لا كيسيون نيمورو 3، كيلي لا ماس تيغ اجوتي دون لو بالون؟ اذا شنا هو ولا شنا هي الكتلة ديال الهواء اللي زدناها للكرة؟ اذا حنا بطبيعة الحال الهدف ديالنا ماشي هو نحسب الكتلة للكرة،
وانما الهدف تاعنا هو نحسب الكتله الهواء اللي زدناها للكره. سي كلير، كما قلت لكم سابقا، ملي كنبغي نحسب الكتله ديال الهواء اللي كاينه وسط واحد العنصر معين، فانا دائما كنشد القيمه الكبيره كنقصها من القيمه الصغيره. علاش يا استاذي؟ شوف معايا علاش. لانه هاد القيمه اللي عندي هنايا، اعطوهم بدل اللون باش تبان لكم بشكل واضح. لانه القيمه اللي عندي هنايا هي لاماس ديال اش، هي لاماس ديال البالون بلس لير سي كلير، وهنا اللي عندي هنايا فقط ديال لو بالون. اذا هذه هي ام 2 وهذه هي ام 1. دونك الى بغيت انا نعرف لاماس ديال اش، شنو خصني ندير؟ خصني ندير ام 2 وناقص ام 1. دونك علاش كندير هذه العمليه ديال النقص؟ باش يمشي ليا لو بالون مع لو بالون، يبقى ليا فقط لير. واضحه هذه؟ إذا نفس الطريقة غادي نديروها إن شاء الله. دائما كنشد القيمة الكبيرة كنقصها من القيمة الصغيرة. ام دو لير إيكال كوا؟ إيكال ام دو موا ام أ. ام دو بيان سور هي القيمة الكبيرة نقصو منها القيمة الصغيرة. نجي نشوفو القيمة الكبيرة شحال كتساوي. 357.9. دونك 457.9 غرام ناقص 451 غرام. 451 غرام كلير. وديك الساعة نجبد الآلة الحاسبة ديالي ونحسب بشكل عادي جدا. إذا 457.9 ناقص 451 غرام. إذا النتيجة هي 6.9. النتيجة بيان سيغ هي 6.9 غرام. إذا هذه هي لاماستيغ اللي زدناها أليد دو كوا، أليد دو لا بومب، زدناها بمساعدة المضخة. إذا نتمنى تكونوا استوعبتوا هذه الفكرة هذه، وتكونوا استوعبتوا العلاقة كيفاش طريقة الاستعمال ديالها، وكيفاش ممكن نتعامل بها دون زان إكزارسيس. على بروشان فيديو إن شاء الله.